نتوجه إلى هذا الخطاب الذي يلقيه الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين. הערב הושתו עוד תקנות לשעת חירום שהגבילו את חופש התנועה שלנו ואת החירות שלנו. من حريتنا وتحركاتنا بشكل لم يحصل قبل وكل هذا لمصلحتنا ولمصلحة أعزائنا وأحبائنا. في هذه الأيام التي تواجه دولة إسرائيل ونحن نقبر أحبائنا وموتانا ونقيم الزفاف من دون الضيوف وتكون هناك جلسات في المعابد وفي المدارس وفي كل المكاتب الأخرى من دون الناس. علينا أن نرى رئيس الحكومة وأن ننصاع لكل التعليمات الطوارئ التي نتلقاها. لدينا مراقبة على هذه التعليمات، وأيضا إن كنا نعتقد أن هذه التعليمات صارمة علينا تنفيذها، وعلينا أن ننصاع لها وأن نقوم بما هو مطلوب منا. أنا أتوجه إليكم مواطني إسرائيل، علينا القيام بهذا الموضوع. أعزائي المحترمين، الانصياع والقيام بتنفيذ هذه التعليمات ليست واجبكم، ولكن عليكم القيام بهم في هذه الأيام التي نواجهها. هي أولا والواجب الأول لمنتخبي الجمهور ولقياداتنا ولرجال الدين لدينا من كل المجتمعات. ونحن في هذه الأيام نحن نواجه أمور عنيفة جدا بين السلطات، السلطة القضاء والسلطة التنفيذية. ومع ذلك، بالرغم من هذه الأزمة الكبيرة بين المعسكرات المختلفة والمواجهة الكبيرة بين الطرفين، أنا أعلم أن الغالبية من قيادي إسرائيل من معسكر اليمين واليسار يعرفون أن علينا كلنا أن ننصاع لأوامر المحكمة، ولن نرى لا أحد يعتقد أننا لن ننفذها. وعلينا أيضا حتى لو كان القرار مناف لنا، وحتى لو كان انقسام واختلاف في التفكير بيننا، لأن أوامر التعليمات في اللعبة الديمقراطية علينا المحافظة عليها وسنقوم بذلك. أنت من استقلت رئيس الكنيست، أنا واثق أن قرار المحكمة العليا سوف يتم احترامه وأننا سوف نتمسك بهذا القرار في فترة امتحان صعبة مثل هذه. أعزائي، أنا أتوجه لكم من هنا لكل رؤساء الأحزاب الكبيرة التي التقيت بهم من قبل، أنجدوا الطريق لكي نتواصل معا وأن نصل لقيادة مشتركة، قيادة مسؤولية وقيادة إسرائيلية موجودة في ساعة أزمة صعبة. وضعوا اختلافاتكم جانبا وكل القواسم غير المشتركة، ولنمتنع من ضحايا جديدة التي تصيب اقتصاد إسرائيل. نحن نحارب على أن ننجو من هذه الضائقة. أنا أعرف أن البعد بينكم قليل بين كل الجوانب المختلفة. علينا أن نفهم الخطوط الحمراء لدى الآخر وأن نفكر بهم
أن نتصرف وفقها، ليس لدينا طريقة أخرى، علينا أن نتشارك ونتعاون من أجل شعب إسرائيل. إذا لم نقم بذلك الآن فمتى سنفعل؟ مواطني إسرائيل، أنا كبرت في السن فعلا، عندما كنت صغيرا قرأت الحصار الذي حدث في القدس، ونحن رأينا كشعب وكنا في امتحان وفي أيام صعبة أكثر من ذلك وتغلبنا عليها. ليس لدي شك أننا اليوم أيضا إذا قمنا بمسؤوليتنا كما يجب وبالتعاون فيما بيننا يمكننا أن نتغلب على هذه الصعاب. سوف نتغلب وسوف نخرج من هنا أقوى. حافظوا على أنفسكم مواطني إسرائيل وعلى من يحيطون بكم. نعم نحن سوف. إذن كان هذا جانبا من الخطاب الذي ألقاه الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، والذي تطرق فيه إلى الأزمة السياسية الأخيرة في إسرائيل، بما في ذلك استقالة رئيس الكنيسة يولي إدلشتين، مطالبا إياه بضرورة احترام قرار المحكمة العليا، وقال إن هذا القرار يجب أن يسير